السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هتحدث عن حادثة وقعت لي في الطائرة وانا كنت رايح لمدينة كولومبوس في ولاية اوهايو في الولايات المتحدة الامريكية في عام 1995. كان الهدف منها هو جمع المال من اجل قضية الشيشان في هذا الوقت اللي بدأت تندلع في ديسمبر 94 يناير 95، وكذلك قضية البوسنة اللي احنا كنا بنعملها. أنا كنت في الوقت ده أو في الفترة دي بالذات مولع بسيدنا عمر بن عبد العزيز وقدرته ومكانته وزهده وعلمه وعلمه إلى آخره إلى آخره إلى آخره. وكنت قاعد في الطائرة المتجهة إلى كولومبوس أوهايو في الكرسي اللي في الوسط ما بين الكرسي ناحية الشباك والكرسي ناحية الكوريدور الممر. وفتحت الكتاب وبدأت أقرأ اللي هو قصة عمر بن عبد العزيز في أخلاقه وقيمه إلى آخره. كان جنبي رجل أمريكي كان يعني شوية يعني بيحب يشوف، فبص على الكتاب اللي أنا بقرأه فعجبته طريقة كتابة اللغة العربية يعني، فلقيته قاعد يعني زي ما تقول متلصص أو يعني يسترق النظر لأن أنا ما كنتش بكلم بصوت عالي يعني. فبصيت له بدأت أتحدث معه فقال لي اللغة دي اسمها لغة إيه؟ قلت له دي لغة عربية. قال لي بتكتب إزاي؟ قلت له من اليمين للشمال. قلت له بتقري إزاي؟ قلت له من فوق لتحت. قال لي هاي شغلها جميل قوي قوي. وبدأ يسألني عن الكتاب وبدأت أتكلم معه عن بعض الأخلاقيات والقيم لسيدنا عمر بن العزيز وعن الجنة، وإحنا بنتكلم عن الجنة وكده. قلت له يعني إن شاء الله أنت هتخش الجنة، بس قبل ما تخش الجنة هتقف الملائكة تسألك بعض الأسئلة. وأحد هذه الأسئلة ده هذا جاء عفويا، ولا أعرف الرجل إلى الآن ولا أدري إن كان حيا أم ميتا. الجنة الملائكة هيجوا يسألوك إيه؟ يقولك والله يا فلان الفلاني أنت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في الشهر الفلاني في السنة الفلانية ماذا فعلت؟ أنا قلت له التاريخ ده اللي طلع من لساني عفويا دون ترتيب ودون أي شيء. لقيت الراجل دخل في حالة من الخوف والذعر، وكأن التاريخ اللي أنا ذكرته ده كان يمثل إليه شيء يعني هو قد يكون عمل شيء مش جيد بخبيه على الناس، فإزاي أنا عرفت هذا الموضوع من خلاله؟ وطبعا انت يعني مالك يعني حصل لك حاجه في التاريخ؟ حاول ان هو ايه في التاريخ ان حصل لك حاجه او انت عملت حاجه، حاول ان هو ايه ما يجاوبش، لكنه قعد باقي دقائق او الرحله يفكر كيف انا اطلعت على هذا التاريخ ان كان سرا. انا خلاص الموضوع بالنسبه لي انتهى وخلص، وهو سبقني في الاول وانا خرجت بعديه واخد بالك. وبعدين لكن لقيته هو خارج بيتكلم بحماس وبيتكلم بانفعال وبعاطفيه مع بعض الركاب الاخرين من الامريكان، ويشير عليا ان انا ذكرت ده ويتكلم عليا كلام كبير جدا يعني كلام يعني تخين قوي يعني. على العموم انا يعني في القصه دي انه قد يكون هذا التاريخ من نزول التاريخ مهم جدا، لكن الذي انطقني بهذا التاريخ هو الذي اراد له الهدايه. فأطلعني المولى سبحانه وتعالى على تاريخ معين. ليه؟ لأن هنا بقى تشوف أنت الرحلة دي أنت كنت عاملها لإيه؟ أنا كنت رايح هناك في هذا الشهر في 95 من أجل قضيتين، قضية البوسنة وقضية الشيشان كذلك. فقد يكون سبحانه وتعالى أجرى هذه الكلمات أو التاريخ على لساني لكي يهتدي مثل هذا الرجل أو غيره بما أقول. فصعب بقى الناس يعتبروني ان انا او يعتبروك انك وانت بتتكلم معاهم انك راجل متصل بالملائكه او راجل رباني او راجل كذا او كذا. هذا ليس له اي علاقه بي انا شخصيا، ولكن العلاقه الاساسيه هي نيه السفر لهذا المكان من اجل خدمه المحتاجين في الشيشان والبوسنه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.